مبين انتي اليوم كتير مبسوطة صح؟ لأنه ابنك صار معنا هون بالبيت، مو هي هي أمنيتك؟ إنه فير يجي لهون، وأخيراً فير صار هون، وأول ما وصل طلب منك إنه ما تروحي على شهر العسل. وطبعاً أنا بعرفك كتير منيح سومان، أنتي أكيد ما رح تكسري له قلبه لابنك لأنك بتحبيه أكتر من حالك، مزبوط؟ ليش بتدخل فير بكل شي بيناتنا؟ هو لساته ولد وما بيعرف شو القصد من كل كلام. أنت ليش مصر كتير نروح على شهر العسل؟ نحن الوضع متوتر بيناتنا، ليش بدك يانا نروح؟ معاملتك معي تغيرت من بعد ما تزوجنا، لتكون مانك ملاحظ حالك، بتتمسخر علي وكمان قاسي معي. بالحقيقة مو أنت يلي قلت لي إنه فيني أترك البيت إمتى ما بدي؟ جربت كل الوسائل لتحرجني قدام عيلتك يا رامفير، وبدك تروح على شهر العسل؟ ليش عم تحمل ابني مسؤولية هالمشاكل والخناقية اللي بيناتنا؟ شو ذنبه هاد الولد؟ بالضبط سومان، بالضبط هي هي الفكرة. كنت بعرف إنه هذا اللي بده يصير من الأول، ولهالسبب هاد كان بدي بأول فترة من زواجنا بس إنه فير ما يكون معنا. وطبعاً أنتي رفضتي. سومان، نحن ما فينا نحل الخلافات اللي بيناتنا لأنه فير بعيد، وبنفس الوقت مستحيل نحل خلافاتنا بوجود فير. طيب عندي فكرة، انت فيك تضلي عم تشتكي من الماضي، سومان انا كل اللي كان بدي اياه انه نقدر نحل هاي الخلافات، بس شايف انه انت رافضة كل الفكرة لانه بتحبي ابنك اكتر مني. حتى مصر انه تحط الحق على فير، شو بدك مني رامفير؟ اقطع علاقتي بابني الوحيد؟ انت خايف لانه هم؟ بس خليني خبرك، مو أنا يلي جبته، عيلتك هنن يلي جابوه على هالبيت. اسمعيني منيح، انتي أم كتير منيحة سومان، وأنا بشهد لك بهذا الشيء، بس كزوجة لإلي انتي فشلتي وما بتناسبيني أبدا. سومان،
رامبير. ليش دائماً عم تكون قاسي علي؟ قلي شو بدك مني؟ أنا بدي إياكي، بدي تكوني مرتي وبس. صعب هذا الشيء؟ ماما ماما، أنا ما عم أقدر نام أبداً، وأنت بتعرفي ستي لما تنام كيف بتشخي صوت عالي كتير طول الليل. لما كنت بالبيت كنت نام بغرفة تانية لحالي وما أسمعها أبداً. بقدر نام معك بالغرفة بس اليوم؟ أنا بعرف رامفير إنه ما بدك ابني فير يكون بيناتنا، بس فير هو ابني ونص حياتي، كيف فيني بعد عنه؟ أنا ما كنت جاهزة لزواج تاني، بس وقتها رامفير كان كتير متفهم لوضعي، كان مستعد إنه يقبلني أنا وفير، بس هو نسي كل الوعود اللي وعدني إياها قبل، ما عم يتعود ولا عم يقدر الحقيقة يلي بتقول إنه الأم ما فيها تعيش ولا دقيقة من دون ابنها، والولد ما فيه يعيش بدون أمه، لأنه بيخاف من فكرة وجوده بعيد عن أمه. كل شي منيح يا ابني؟ ايه ماما. لا تقوم ماما، انا اجتني مكالمة من رفيقي، وسومان نامت بسرعة وما كان بدي ضايقها بصوتي، لهيك اجيت لهم. انت متأكد؟ ايه متأكد. إذا في عندك أي مشكلة أكيد بتقدر تفتح لي قلبك، شو ما صار أنا أمك. أنا لاحظت عليك إنك من اليوم يلي تزوجت فيه وإنت مانك على طبيعتك بنوب،